فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لتنظيم هذه القمة التاريخية في ظل الظروف الممتازة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، إن العالم العربي له علاقات قوية، ولكن هناك تقلبات واضطرابات. ولكن الحقيقة هو أننا نرى بعض اختلافات في وجهات النظر، ولكننا يجب أن نقوم بالبناء سويا. وأفكر في النهضة الأوروبية التي استلهمت كثيرا من الحضارات في مصر وغيرها، ومثلا فإن سانت كاترين في جبل سيناء يربط وهو رمز للديانات الثلاثة السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك التغيرات الاقتصادية والثقافية لا يمكن أن تتم في العالم دون العالم العربي. ونستلهم من التاريخ المشترك في عالم تزداد فيه التعقيدات والاتصالات، تتضح ضرورة التعاون الأكبر، وأن نعتمد بعضنا على البعض. وبوسعكم أن تعتمدوا على الاتحاد الأوروبي الذي يعمل ليكون شريكا مع العالم العربي، وشريكا في الدفاع عن حقوقه، لأن الكوكب كوكبنا ملكا للجميع وليس للبعض. نحن الأوروبيون نعتبر شريكا يصاحبكم على الطريق الصعب نحو السلام، وكذلك ضحايا النزاعات. وخلال السنوات الماضية، فإن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغا كبيرا لدولة فلسطين، وخصص أكثر من 17 مليار للمساعدة الإنسانية، بغية المقاومة والاستقرار لصالح السوريين، سواء كانوا داخل بلادهم أو لاجئين في الدول المجاورة، ولا سيما في الأردن.